اللي كان راسي على بلاد البعبي في عمر 23 سنة. هذيك الشهور كانت وقعت لي واحد الأكسيدو كنت خدام في مي تحت مطروة زي ميطاج. ومن بعد ما عملت عملية على الموقع الشوكي ديالي نصحوني بأنني التحق بالمركز الاستشفائي بمركز نور اللي كاين في بوسكورة الترويض والتأهيل الطبي باش نعمل الحصة ديال الترويض. العدد ديالهم تقريبا 47 حصة في الشهر. ودابا الحمد لله مكنتش كنقدر نحرك رجليا من بعد ما عملت هاد الحصص. وليت كنقدر نحرك رجليا وليت كنقدر في النعاس ندور بوحدي مكنتش كنقدر ندور بوحدي. واللي عجبني بزاف في مركز نور هو كاين ليكيب ديالهم مزيان تيعاملونا بحال خوتهم كيعاملونا مزيان والحمد لله حنا غاديين في تعاسو.